بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح زي التعليم. والنهارده معانا دارس للصف الاول الاعدادي، واستكمالا للحوسبه السحابيه. قبل ما نبدا الدرس بذكرك تاني بالاشتراك في القناه، الضغط على سبسكرايب وتفعيل زر الجرس، ثم الضغط على شرح زي التعليم، ثم بلاي ليست او القوائم، ومنها الى الحاسب الالي. ومن الحاسب الالي بتقدر الحاسب الالي ده تدخل على جميع الفيديوهات الخاصة بالصف الاول والثاني الاعدادي، وبتشاهد الدروس. نبدأ الدرس ونلقي نظرة كده على خدمات الحوسبة السحابية. خدمات الحوسبة السحابية زي ما موجود عندك في الكتاب، بيقول لك ان انت يعني الهدف من هذا الدرس هو كيفية استخدام الحوسبة السحابية وانشاء بريد الكتروني لاستخدامه في الحوسبة السحابية. والكلام ده اللي هو بيقول لك كيفية استخدام خدمات الحوسبة السحابية. يعني علشان تستخدم الحوسبة السحابية او خدماتها، لابد من انشاء جيميل او ايميل خاص بك، سواء كنت هتستخدم جوجل درايف او مايكروسوفت اوفيس 365، فلابد ان يكون عندك بريد الكتروني يتم انشاؤه للحوسبة السحابية. وبيعرفك دلوقتي ازاي تنشئ جيميل بعنوان مناسب. دي الخطوات اللي هي انشاء بريد الكتروني للحوسبة السحابية. اول حاجة احنا هنستعرضها كده وهنعملها عملي مع بعض. بتفتح مستعرض الانترنت، يعني المتصفح اللي عندك اللي هو جوجل كروم، ويتم تحميل الصفحة، وبعدين بتضغط على كلمة جيميل او جيميل من اعلى الصفحة او على الجنب حسب المتصفح بتاعك. ايضا من التطبيقات اللي هي المربع الصغير ده اللي هو فيه نقط كده، بتقدر تروح على الجيميل اللي هو دي رمز الجيميل. بعد كده بيتفتح لك جيميل، بيقول لك ضع هنا الايميل ونكست لو انت عندك طبعا ايميل، لو ما عندكش بتقول له كرييت اكاونت. كرييت اكاونت يعني اعمل لي ايميل جديد. وبعدين بيجي لك صفحة، الصفحة دي مطلوب منك انك تحط الاسم الاول والاخير، وتختار اليوزر نيم اللي هو هيبقى عنوان الجيميل بتاعك، وبعدين الباسورد، ثم بتكرر الباسورد، وبعدين تاريخ الميلاد، اليوم والسنة والشهر، وبعدين انت بتحدد نوعك ذكر ام انثى، وبعدين رقم التليفون، رقم التليفون بتاعك. بعد ما بتحط هنا رقم التليفون بتاعك، وهنا الايميل بتقرر بتحط ايميل ادريس للطوارئ، وبتحدد الدولة بتاعتك، بتقول له نيكست هنا، وبعدين بيبدأ ينشئ لك الجيميل بتاعك. لو رحنا بقى لصفحة ده المستعرض او المتصفح اللي عندك، فبتضغط على كلمة جيميل، كلمة جيميل، او من هنا بتضغط على التطبيقات، وبعدين بتدخل على جيميل. طيب انا دلوقتي داخل على الجيميل بتاعي، فلو احنا دخلنا من هنا على الجيميل بيدخلني على الايميل بتاعي. هنعمل خروج منه علشان اعلمك ازاي تدخل على الايميل. هنعمل خروج وندخل تاني على اساس ان احنا نعمل جيميل من تاني. هنا خروج، زي ما اتفقنا احنا هنقول كرييت اكاونت،
يعني انشاء حساب جديد، وبعدين بيفتح لك الصفحة اللي احنا اللي موجود عندك في الكتاب اللي فيها الاسم الاول اهو، وبعدين الاسم الاخير، وبعدين هنا اسمك اللي هو يبقى عنوان البريد بتاعك، وبعدين هذا الباسورد، هنا بتحط الباسورد كلمات المرور، وهنا بتكرر ايضا كلمات المرور، وبعدين الشهر بتضغط بتختار الشهر عندك من اول يناير فبراير مارس ابريل وانت ماشي لحد ديسمبر، وبعدين بتكتب اليوم، وبعدين السنة ده تاريخ الميلاد، وبعدين جريندر يعني النوع بتاعك، هنا بتقول له فيميل او ميل يعني انثى او ذكر، وبعدين هنا رقم التليفون بتاعك، وبعدين هنا اليور كيرنت ايميل ادريس يعني الايميل اللي هو الاحتياطي لو عندك ايميل احتياطي، وهنا بتختار الدولة بتقول له نيكست، وبكده بتنشئ ايميل على الجميل، حتى تستطيع انك تقدر تستخدم الخدمات الحوسبة السحابية. يبقى دلوقتي عرفنا ازاي بننشئ بريد الكتروني، واللي عايز ينشئ بريد طبعا العملية سهلة، اعتقد كلكم عندكم بريد الكتروني. استخدام احد خدمات الحوسبة السحابية. لاستخدام احد خدمات الحوسبة السحابية جوجل درايف على سبيل المثال، يتم ذلك عن طريق حساب بريد الكتروني الذي قمت بانشائه اللي احنا قلناه يعني دلوقتي او انشأناه، وبعدين بتفتح المستعرض بتاع الانترنت واكتب عنوان موقع جوجل بشريط العنوان وانتظر حتى يتم صفحة، وضغط على درايف من اعلى الصفحة اللي هي زي ما انت شايف كده. نرجع تاني، بعد كده بيفتح لك الايميل، بتحط الايميل وبتحط الباسورد وبتقول له نيكست، لازم تدخل على الخدمات بالايميل. بعد كده بيظهر لك درايف جوجل درايف بالشكل ده، وهنا معلومات عن جوجل درايف جايبها لك هنا في الصف في المكان ده يعني، وبعدين بتقدر هنا بتقول له نيو ان انت عايز تحط ملف من الملفات بتاعك او تنشئ ملف جديد. نشوف ده كده، هنا لما ضغطنا على نيو بتختار جوجل دوس او ملفات جوجل دوس، ثم هنا بتكتب هنا اسم المستند جوجل دوس يعني مستند اسمه، وهنا بتكتب النص المطلوب اللي انت عايزه، يعني لو انت عايز تكتب اشياء مهمة عندك او معلومات مثلا كويس تقدر تحفظها هنا على جوجل درايف. بعد ما بتكتب الكلام ده هنا المستند ده ممكن بتحتفظ بيه لنفسك او بتبعته لاصدقائك او بتعمل له شير على اي موقع تريد. فبعد ما بتكتب العنوان وبتكتب الموضوع بتاعك هنا بتضغط على شير، تضغط على شير. كلمة شير هنا يعني عايز تشاركه مع احد، فهيقول لك انت عايز تشير مع مين، مع اخر، شير ويز اذرز مع اخرين، فيقول لك ادخل نيم اور ايميل ادريس يعني ادخل الايميل او الاسم اللي انت هتبعته له، يعني اسم زميلك اللي انت هتبعت له المستند ده، اللي انت هتبعت له المستند. المستند ده ممكن يكون مثلا فيديو من الفيديوهات، ممكن يكون صورة، ممكن يكون معلومة، شرح مثلا درس من الدروس، وهكذا. ده اسمه مستند، ده اسمه مستند، ودي من خدمات الحوسبة السحابية، ودي من خدمات الحوسبة السحابية. فانت اما تدخل على جوجل لو ضغطت على
التطبيقات. هذا درايف اهو، جوجل درايف، جوجل درايف. لما تضغط عليه هيطلب منك اول حاجة طبعا، هيطلب منك الحساب. انا طبعا ليا اكتر من ايميل، فيقول لك انت عايز تدخل على الايميل نهو وتكمل الشرح اللي احنا قلناه، كمل الشرح اللي احنا قلناه. بكده احنا عرفنا دلوقتي ازاي نستخدم الحوسبة السحابية، بان لابد من انشاء ايميل اولا، ده اول حاجة. يبقى انشاء ايميل علشان تقدر تستفيد من خدمات الحوسبة السحابية. طيب لانشاء بريد الكتروني بتفتح مستعرض الانترنت، ثم بتكتب عنوان جوجل بشريط المستعرض، وبعدين بتضغط على جيميل، وبعدين بتضغط على كرييت اكاونت او انشاء حساب، ثم بتسجل بياناتك زي ما احنا شفنا، ثم بتفتح تضغط على نيكست ستوب، وبعدين بكده بتكمل انشاء الايميل. لانشاء مستند باستخدام خدمه الحوسبه السحابيه جوجل دوس، بتضغط على ايقونه نيو، ثم تختار جوجل دوس، ثم تشارك الملف مع زملائك واصدقائك. ده السؤال الاول من ضمن الاسئله اللي جايبها لاستخدام خدمات الحوسبة السحابية 365 يجب أن يكون لديك نقط، يجب أن يكون لديك إيميل على مايكروسوفت، هنا مايكروسوفت اللي هو جيميل الياهو. لإنشاء مستند بخدمة الحوسبة السحابية بجوجل دوس، نضغط على أيقونة نيو ونختار من القائمة المستدلة دوس جوجل درايف، آسف جوجل درايف أو درايف من خدمات الحوسبة السحابية. طبعا احنا قلنا خدمات الحوسبة السحابية انشاء ومشاركة الملفات، وقلنا ايضا من خدمات الحوسبة السحابية طبعا عندك اكتر من حاجة فبترجع لها، وده سؤال سهل. هنا السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة. لمشاركة مستندك مع زملائك يتم الضغط على أيقونة شير أو كوبي أو قط أو بسط، هي طبعا شير. لإنشاء حساب جديد جوجل درايف بنختار، خد بالك، إنشاء حساب جديد جوجل درايف بتختار كوبي أكاونت ولا سجن إن ولا ديليت أكاونت يعني حذف الأكاونت ولا كريت أكاونت إنشاء أكاونت، لا هي إنشاء أكاونت، كريت أكاونت يعني هنا بنختار create account انشاء حساب جديد. لانشاء بريد الكتروني جيميل في جوجل بنفتح مستعرض الانترنت بالجهاز، ثم نكتب عنوان جوجل بشريط، جوجل بشريط الادوات ولا التمرير ولا العنوان ولا جميع ما سبق، احنا طبعا بنختار او بنكتب جوجل بشريط العنوان، بشريط العنوان. بكده اعتقد كده خلصنا الاسئله. لا لسه في اسئله تانية، في سؤال اخير ناخده مع بعض كده على السريع. علامة صح وعلامة خطأ لاستخدام خدمات الحوسبة السحابية بجوجل درايف، يجب وجود بريد الكتروني يتم انشاؤه للحوسبة السحابية، الكلام طبعا صح. لانشاء بريد الكتروني جميل في جوجل يتم الضغط على ايقونة جوجل اب او جوجل تطبيقات واختيار درايف. هنا لانشاء بريد الكتروني جميل بنضغط صح على جوجل اب او تطبيقات، ولكن بنختار ايه؟ جيميل وليس درايف، يبقى العبارة دي خطأ. 3 يجب ان يكون البريد المضاف لمشاركة مستند باستخدام خدمة الحوسبة السحابية جوجل درايف ضمن نطاق جوجل، البريد المضاف ده يكون ضمن نطاق جوجل يعني منشئ عن طريق جوجل، الكلام ده طبعا صح. يمكن حفظ مستند تم انشاؤه، يمكن حفظ مستند تم انشاؤه باستخدام خدمة الحوسبة السحابية جوجل درايف، ممكن بنحفظ المستند دهوت وما بنشاركوش مع حد، فالعبارة 4 عبارة صحيح. بكده ننهي درس النهاردة، وإلى أن ألقاكم أتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنسوش الاشتراك في القناة، ضغط على لايك وكتابة أي تعليق ونحن نرد عليه. وإلى أن ألقاكم، لكم منا كل حب وتحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.